السلام عليكم خوتي خواتاتي، نبداو القصة ديال اليوم. القصة الثالثة اللي كتتعلق بواحد الشاب برازيلي، الاسم ديالو بيدرو رودريغيز، قاتل محترف وشرس. الهدف ديالو في القتل كانت مختلفة، ما كانش كيستهدف الأبرياء، كان كيقصد غير المجرمين، وكان الاسم ديالو كيخافوا منه العصابات. واللي خلاه يوصل لهاد الشراسة والحب القتل المجرمين بسبب الظروف اللي عاشها في صغره. كان كيشوف باه كل نهار كيضرب الام ديالو بواحد الطريقه وحشيه، وتحرم من العطف الحنان ديال الام والاب. ومين بدا كيكبر شويه وصل 13 عام، جراو على باه من الخدمه حيت تهموه بالسرقه. ومين سمع الخبر بان باه تهموه بالسرقه وهو ما سرقش، بدا بيدرو مشى كيسول وكيقلب باش يتاكد واش باه فعلا بريء، ولقى بان الاب ديالو كان بريء من السرقه، وكان اول نهار اول جريمه غير ارتكبها بيدرو بواحد الطريقه وحشيه، وكان الضحيه هو المدير ديال الشركه اللي كان خدام فيها باه حيت تهمو بالسرقه. وخا قتل المدير ما برد الغضب ديالو، بدا كيقلب على شكون السارق الحقيقي. من بعد البحث الطويل توصل السارق الحقيقي وقتله، وكان بيدرو عنده إلا وصل 15 عام ارتكب جوج الجرائم. بدا كيعيش مرحلة المراهقة، تلقى بواحد الشابة تعرف عليها، ونهار على نهار بدات العلاقة كتكبر. وبيدرو لقى في ديك الشابة كل ما كان محروم منه من العطف والحنان، ولكن السعادة اللي بدا كيعيشها كانت الوقت ديالها قصير. ما كانش متوقع غيجي النهار وغتموت داك الشابة اللي كانت احسن حاجة وقعت له في حياته على يد عصابة كبيرة. وتما فين انفجر الغضب لوحش بيدرو، وبدا كيبحث في كل بلاصة على المجرمين والعصابات وكيقتل فيهم واحد بواحد حتى وصل 10 ضحايا. وتما سمع واحد الخبر اللي وقفوا عن القتل المجرمين، هو الخبر ديال باقت الام ديالو طعنها في قلبها بالخنجر. ومن اعتقلت الشرطة الاب ديال بيدرو، ولات صعيب باش يوصل الاب ديالو باش يقتله. بيدرو بدا كيخطط حتى وهم البوليس بلي انه ما حاقدش على باه. من بعد مدة طويلة طمأنوا البوليس باش يدخلوا بيدرو باش يزور الاب ديالو. كان كينتظر بيدرو في الغرفة ديال الزيارة حتى شاف الاب ديالو ونقز عليه، بدا كيطعن فيه بالموس بطعنات بزاف حتى الاب ديال بيدرو مات، ولكن بيدرو مازال كيطعن فيه كيفرغ الغضب ديالو. حكموا على بيدرو ب30 عام، داوه الاخطر حبس كيتواجد فيه اخطر المجرمين في العالم. وتم استغل الوضع ديالو في الحبس وقتل 47 مجرم. من بعد مرور الفتره العقوبه ديالو خرج من الحبس في 2007. في لحظة الخروج ديالو من الحبس حس براسو مازال متعطش لقتل المجرمين، وكان داك الساعة عدد الضحايا ديالو وصل ل70 شخص. كانت هذه النهاية ديال سلسلة الجرائم بيدرو رودريغيز.